السيدات والسادة أهلا بكم، أنتم تشاهدون نبض البلد. نرحب بكم الليلة، معكم وهنا دمبلدين. في نبض البلد يصلكم بالأحداث وصانعي القرار وآخر التقارير. تأطرت زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح للأردن بمناقشة العلاقات الثنائية ونقاط الالتقاء، إضافة إلى التطورات المشتركة حول المنطقة عموما والبيت الشرق أوسط خصوصا مع تداعيات الأزمة السورية وتأثيراتها. وجاء التأكيد على الحلول السياسية فيما يخص الملف السوري. من هنا نتساءل الليلة عن مضامين الزيارة الإيرانية وما تحمل في جعبتها من بوادر لفتح علاقات جديدة بين البلدين، وما هي النتائج التي تمخضت عنها من النواحي السياسية وسط أزمة سورية مشتعلة وخارطة تغيير سياسي وجيوسياسي للمنطقة عسكريا وأمنيا. كيف يمكن التعامل مع معطيات المصالح والاستفادة بين البلدين في ملفات الطاقة والمشتقات النفطية؟ كيف سترسم الدولة الأردنية سياساتها مع أقطاب المنطقة العربية بوجود الجار التركي أيضا ورؤيته لهذه العلاقة بين العرب وإيران؟ لمناقشة هذه المحاور والأسئلة نرغب منكم الليلة أن تشاركونا نبض البلد عبر الرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. واسمحوا لنا أن نرحب بضيوفنا الليلة، كل من الأستاذ حازم المبيضين الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ باسم قطيشات الخبير في شؤون العلاقات الدولية، ياسر قطيشات الخبير في شؤون العلاقات الدولية، والدكتور جنكيز تومار من اسطنبول ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأستاذ التاريخ في جامعة مرمرة. أيضا نشكر ضيوفنا مرة أخرى لحضوركم الليلة معنا للاستوديو، ونذكر الأخوة المشاهدين بسؤال الحلقة الذي يتفاعلون معنا عليه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو كيف يرون مجالات الاستفادة من العلاقة الأردنية الإيرانية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ضيوفنا. أبدأ معك أستاذ حازم بيضين، كان واضح تماما ربما رأيك في موضوع العلاقة الأردنية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني في مقالكم الذي نشر على موقع خبرني بعنوان صالحي قاتل يتصدر جنازة. لماذا هذا الموقف ربما الشديد تجاه زيارة صالحي ورؤية إيران لعلاقاتها معنا؟ ابتداء يعني لابد من تأكيد احترامنا كأردنيين لأتباع المذهب الشيعي، ونحن على ثقة بأن أصل هذا المذهب عربي بالكامل، ولكننا نعرف أن بعض المتطرفين من القوميين الفرس ركبوا موجته بعد سقوط إمبراطوريتهم، وسعوا من خلال ذلك لإبقاء نار الفتنة مشتعلة مع أهل السنة السائرين على هدى التعليمات النبوية من خلال سيرة النبي الموثقة. ونستغرب كيف أن بعض المتشيعين لآل البيت يعادون من يمضي على نهج الرسول. لسنا ضد الشيعة كمذهب يؤمن معتقده أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولسنا ضد القومية الفارسية كقوم تجمعنا بهم الجيرة التي نتمنى دائما أن تكون صالحة ومفيدة للطرفين. نتحدث عن زيارة صالحي، نأخذ شق واحد منها. حين يتحدث بعض أبواق النظام الإيراني الذين يتهجمون على الأردن يصفهم صالحي بأنهم من غير المسؤولين، وبعضهم كقيادات عسكرية، ولكن نرد عليه بالقول أننا نعرف شمولية نظام ولي الفقيه وعدم امتلاك أي مسؤول الجرأة على التصريح بما يخالف توجيهات المرشد الأعلى أو تكون تصريحاته بالضد منه. في العلاقة مع إيران يستكثر علينا البعض تذكيرنا المستمر باحتلال إيران للجزر الإماراتية وقبلها الأحواز، والتحذير من تدخلها الفج في الشؤون العربية إن كان في البحرين أو اليمن أو سوريا أو الدول الخليجية من خلال انحيازها لأبناء الطائفة الشيعية في تلك المجتمعات على اعتبار أنهم مظلومون منذ عهد معاوية ويزيد. في العلاقة مع إيران ننتظر جوابا عن سر تعلقها بعلاقات دافئة مع الأردن رغم اختلاف النهج السياسي بينهما. طيب. ونسأل هل هو اليورانيوم المطلوب والذي يفتح شهية الملف النووي الإيراني؟ ربما يعني هذا يكون أحد العناصر ربما نتناقش فيها، ما هي المكاسب ربما تطمح لها إيران من علاقات مع الأردن. أستاذ حازم، يعني في سياق الحلقة سنأتي لبعض مثل هذه التفاصيل التي تتحدث عنها. خليني أنتقل للدكتور جنكيز تومار. يعني أولا، أنتم كأتراك كيف ترون دور إيران في المنطقة وعلاقاتها مع العرب
وأيضا منافستها ربما أو تكاملها مع أدوار أنتم تؤدونها في تركيا؟ أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما تعرفون إيران أو الفرس ثقافة كبيرة ولها تاريخ عميق في المنطقة. نعم. مثل الأتراك والعرب. نعم. هذول كانوا منافسين يعني حتى الإيران وتركيا حتى في عهد العثماني كما تعرفون تركيا أو الدولة العثمانية و تدخلت إلى إيران حسب ما يعني شوي قليلا، ولكن في القرن السابع عشر حتى الدولة العثمانية فهمت ما في إمكانية أن تتعمق في إيران، وفي معاهدة قصر شيرين بدأ العلاقات السلمية. بالنسبة للحكومة الجديدة إذا ننظر إلى اليوم، الحكومة طيب أردوغان في البداية كانت كيف أقول متحمسة جدا بتطور العلاقات مع إيران، وخاصة في الخمس سنوات الأولى بعد الحكم. صحيح. وكان تشجع إيران بهذه الأشياء النووية، وكانت معها ضد أمريكا ذاك الزمان. وبعد هذه الفرص أعطت تركيا لإيران، إيران لم تستعمل هذه الفرصة جيدة، وخاصة في مشكلة سوريا. طبعا سوريا مشكلة كبيرة بالنسبة للمنطقة، تركيا سواء في تركيا الأردن لبنان والعراق في مشكلة سوريا. اليوم كل يوم تقريبا 200-500 شخص قتلوا هناك، وطالما إيران وراء سوريا وتركيا ضد النظام في سوريا وهكذا. تركيا أظن الحكومة التركية فهمت أخطاؤها لإيران. نعم. وبعد ذلك الآن أصبح تركيا حليفا مع أمريكا ومع قطر والسعودية في المنطقة لضد النظام السوري. يعني في البداية التركية يعني متحمسة جدا، ولكن فهمت فورا بعد الفعاليات إيران خاصة في المنطقة. وطبعا بالنسبة لتركيا هناك مشكلة كردية كبيرة، وهناك تشجيع نوعا ما في إيران ضد البيكاكا أو الحزب الكردستاني. هذا ربما نذهب إليه، ما هي الردود التي ترد بها إيران على ربما ما تلقى من صد أو من اتهامات لها بمساعدة بشار الأسد أو حزب الله في المنطقة، أو بعض السياسات التي ترفضها دول المنطقة من تدخل في شؤونه. أستاذ ياسر، يعني ربما لاحظت أن الدكتور جنكيز يقول أن تركيا في البداية ربما لم تأخذ مصادر التهديد إيراني للمنطقة، وأعطت فرص وكان في شهر عسل مع النظام الملالي في طهران وبينه وبين أردوغان وحزبه. اليوم لا، يعني الأمر ربما بات مختلف، افترقت المصالح في الأردن. يعني كيف قرأت الزيارة الإيرانية للأردن؟ وهل هي مجرد زيارة بروتوكولية مجرد أو حملت مضامين من تقديم الإغراءات للأردن في هذا التوقيت الحرج تجاه الأزمة السورية؟ شكرا لك. بداية يجب أن نقف على الحقيقة أنه إيران توظف للأسف الدين في خدمة مصالح السياسية، وحاولت منذ عقود ثلاث تقريبا أن تدخل إلى الساحة الأردنية وتخلق لها نفوذ بأي شكل من الأشكال. زيارة الصرح الأخيرة تأتي في إطار محاولة إدراك ما يمكن إدراكه فيما يخص الأزمة السورية. جاءت لهدفين زيارة الصرح للأردن. الأول هدف معلن وهو افتتاح مقر السفارة الإيرانية، والهدف الآخر غير المعلن هو رسالة تسلمها جلالة الملك من الرئيس نجادي، والتي قيل بأنها في محاولة لإغراء الأردن اقتصاديا وتجاريا ونفطيا عن طريق العراق، إضافة إلى رفض محاولة تحييد دور الأردن سياسيا في الأزمة السورية أو خلق منطقة حدود عازلة على الحدود الشمالية أو في داخل الحدود الجنوبية في سوريا. الأهم من ذلك أن صالح حاول خلال لقائه مع جلالة الملك كما تسربت بعض الأخبار والتحليلات أن يلعب
بذكاء على وتر القضية الفلسطينية، فحاول أن يضع الأردن على المحك أو على الوتر الذي يؤثر فعلا سياسيا في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري في حال سقوط النظام السوري، وهو أنه المرحلة المقبلة في حال سقوط النظام السوري أو دخول الأردن أو تورطه في أي عمل عسكري تجاه سوريا سيؤدي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب المصالح الأردنية. الأردن طبعا يفهم هذه التوجهات السياسية الإيرانية، واستقبل صالحي استقبال دبلوماسي، أراد أن يعرف ما في جعبة إيران أولا بخصوص الأزمة السورية، هل لديها حلول عملية ممكن أن تؤدي لمرحلة سياسية انتقالية في داخل الأزمة السورية، هذا من جانب. من جانب آخر أراد أن يقف على حقيقة التهديدات التي أطلقها الرجل الثاني برويز أبادي في القوات في هيئة الأركان اتجاه الأردن، والتي هدد فيها الأردن والتي سبقت زيارة صالحي سبقت طبعا زيارة صالحي، إلى إضافة إلى أن أراد صالح أن يعرف ماذا جرى في واشنطن بعد الاجتماع جلالة الملك في واشنطن وسلسلة اللقاءات قطر وبعض الدول الخليجية والعربية في قطر في الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي بخصوص الأزمة السورية. طيب خلينا ربما نذهب أيضا في موضوع المضامين أكثر في الزيارة، لكن نذهب مرة أخرى أستاذ حازم بيضين، يعني النوايا المعلنة والنوايا غير المعلنة كما أشار الأستاذ ياسر، هناك ربما إجراءات بروتوكولية، هناك زيارة ودية، لكن تسرب أيضا أن وزير الخارجية الأردني لم يكن يروق له تصرفات صالحي وتهديداته أو حتى محاولاته في الغرف الخلفية لإغراء الأردن بشيء من المكاسب الاقتصادية. كيف تقرأ يعني مثل هذا السلوك من وزير الخارجية؟ يعني كان من الواجب أن يفهم صالحي والذين أرسلوه أن الأردن ليس بلدا هامشيا على صعيد الأزمة السورية. نعم. وإيران يجب أن تعرف أنها ليست في وضع يمكنها من تهديدنا، لا بنقل نيران الأزمة السورية عبر الحدود إلى الأردن، ولا باستنفار مقاتلي حزب الله للعمل في الساحة الأردنية، رغم أن البعض يعني ما زالوا يعتبرون الشيخ حسن نصر الله سيد المقاومة، بينما هو يدفع اليوم بزهرة الشباب اللبناني حطبا في المحرقة السورية ببعدها الطائفي. نعم. واضح أن إيران تروج اليوم أنها وضعت استراتيجية للتعاون مع دمشق وأيضا حزب الله، عنوانها غرب النهر در، القدس بانتظارك. هذا يعني هذه الاستراتيجية بتصوري موجهة للأردن، وعلى خلفية أن بعض القيادات الهامشية من بقايا العمل الفدائي المقيمين في دمشق طالبوا بفتح الجبهة. نعم، الجبهة الشعبية التحرير فلسطين طلبت بهذا. إيران تحاول أن تقنع الأردن أن هناك مؤامرة تركية قطرية أمريكية إسرائيلية ضد النظام الهاشمي. الأردن يستوعب هذه القضية جيدا، والعروض المالية وإن كان الأردن يمر بأزمة اقتصادية خانقة إلا أنها لا تغريه بالتحول عن مواقفه التي بنيت عليها الدولة الأردنية منذ حوالي 100 عام. خلال زيارة صالحي حاولت إيران في ما سميته أنا مناورتها الدبلوماسية بالتعاطي مع عمان، حاولت أن تجدد عروضها المالية والاقتصادية، وحاولت تجس نبض عمان على أمل أنها تثبت عمان أو السياسات الأردنية بالحد الأدنى في موقعها الحالي من الأزمة السورية. التأثير نعم. عمان تؤكد اليوم كما أكدت سابقا وكما ستظل في المستقبل أنها لن تسمح لإيران باستكمال هلالها الشيعي السياسي من خلال اختراقها للأردن عبر المساعدات الاقتصادية والاستثمارية. الأردن عنده حسابات أمنية وعنده حسابات إقليمية معروفة وواضحة وغير قابلة للبيع أو المساومة عليها. طب باعتقادك العرب يعني بقدروا هذا الموقف أن الأردن متمنع ربما ولا يقبل بأن يبيع نفسه وبالتالي لابد من مساعدته؟ هو يعني يجب التأكيد على أنه العرب وقفوا موقفا متذبذبا خلال السنتين الأخيرتين من الأردن، إلا أنه يعني كما نعرف هناك مساعدات وصلت وهناك مساعدات في طريقها الوصول، وهناك بعض المشيخات التي تمتنع عن تزويد الأردن بالمساعدات المقررة
في القمة الخليجية، مجلس التعاون الخليجي، نعم. هذا الامتناع عائد إلى أجندات خاصة بتلك المشيخات، وليس يعني ما لنا عليهم ضربة لازم إحنا. طيب. بس يعني يجب أن يفهموا جيدا أن الأردن كان وسيظل خط الدفاع الأول عن منطقة الخليج في وجه إسرائيل أولا، وأيضا في وجه الأطماع الإيرانية التي لا تخفى عليهم وليست خافية على أحد. طيب، شكرا لك أستاذ حازم بيرين. بعد الفاصل المزيد من جوانب الالتقاء والافتراق في المصالح بين الدولتين إيران والأردن أو العرب بشكل عام، وأيضا الجار التركي في ذات الوقت. ابقوا معنا. نعود أعزائي المشاهدين مرة أخرى لمتابعة هذا اللقاء، وبعض الأخوان الذين يتابعوننا، أبو عمر عبر تويتر يوجه سؤال للأستاذ حازم بيرين، يقول: نحن ضد من إذن في إذا كان هذا الطرح؟ عاهد يقول: لن تستقر المنطقة حتى تتوصل لرؤية اقتصادية سياسية مشتركة، ما رأي الضيوف؟ خالد عباس يسأل: هل مصالح إيران متغيرة حسب الدين؟ أسئلة طبعا مفتوحة. دكتور جنكيز، يعني كما تفضلت، أنتم حاولتم كأتراك قبلنا تتبعوا نوع من جس النبض والود مع إيران، واكتشفت فيما بعد أنه غير ممكن. الآن ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا لنا كأردن وكعرب كي لا نتوجه لإيران التي ربما يتحفظ البعض على التعاون معها أو لا يروق له، ولكي لا يكون الثمن يعني مكلفا أيضا عليكم أنتم كأتراك؟ كما تعرفون، يعني قبل 5 سنوات هناك شهر العسل بين تركيا وسوريا. نعم. وذاك الزمان في هناك معاهدة بين سوريا، لبنان والأردن والتركية. إلغاء الحدود والأمتعة والإنسان وناس يعني يتجولون يعني حر بشكل جيد. وهذا كان طبعا مشروع مهم جدا، ولكن الآن بسبب ورطة أو المشكلة السورية تمانع هذا. على كل حال، يعني علاقة التركية والأردن تشبه بعضهما ببعض، وعلاقة تركيا والأردن كان جيدة جدا في هذه الأيام، يعني في التاريخ كمان، ولكن في هذه الأيام. وكان جلالة الملك قبل 2 شهر تقريبا كان في تركيا، ورئيس الوزراء قبل أيام قبل المؤتمر وذهب، وحتى أنا شفت سيارته هناك يعني في إسطنبول. وقبل يومين كان وزير التعليم العالي، وزير التربية كان هنا تركي. عندنا مشاريع كثيرة، نحن نرسل طلاب هنا تعليم اللغة العربية في الأردن، كمان تعليم العالي. وأيضا هناك مشروع أنا سمعت قبل أيام، الجامعة العربية التركية في الأردن. نعم. هذا شيء مهم جدا. وأيضا أنا عندما تكلم سيد رئيس الوزراء الأردني، هو قال نحن نريد من تركيا في العقبة هناك يعني المنطقة حرة ومصانع تركية، تعرفون يعني تركيا متطورة نوعا ما في الصناعة، وأيضا في قسم الشمالي في الأردن كمان هو أراد من تركيا. طبعا التركية في هذه السنوات العاشرة اتجاهاتها للعالم العربي وجيدة جدا، وأيضا الاقتصاد التركية صحيح يعني قوة نمو ومن أكثر اقتصاديات الدول نموا. يعني أنا أظن الأردن يستفيد من هذه التجربة، سواء التجربة الصناعية أيضا السياحة، يعني في مثل يعني باكيج بين تركيا الأردن ومصر ممكن، أو سياحة دينية نوعا ما. في أنا أيضا أرى كثير من الأردنيين في تركيا، طلاب سواء يعني في معهد حتى هناك الأردنيين يدرسون، في طلاب أردنيين يدرسون هناك يعني لغات أو التاريخ أو الهندسة أو الطب. يعني أظن هذا أهم شيء. يعني أنا درست هنا في الجامعة الأردنية قبل 20 سنة، ويعني بيننا ملح وخبز، وأنا يعني أحس هنا نفسي ووطن الثاني. يعني بلدي هنا، يعني لا أفرق، وإنما أتي إلى هنا يعني أتي بسرور. صحيح. تمام. نفس الشيء بالنسبة للطلاب العرب والأردنيين في تركيا.
طلاب الأتراك في الأردن أيضا. يعني أظن في المستقبل إن يعني طبعا المشكلة السورية مهمة جدا لأن طريق نعم. البر بين الأردن والتركية، إذا تحل هذه المشكلة أظن يعني ستكون علاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين تركيا والأردن جيدة جدا. يعني أنا لا أرى أي يعني مشكلة لوجهة النظر الأردن والتركية في المنطقة، تقريبا نفس الأفكار أنا يعني أسمع في تركيا وفي الأردن. شكرا شكرا. ربما نسأل مرة أخرى فيما بعد كيف تقيمون تأثير إيران علينا أيضا من جانبكم أنتم كأتراك، وبالذات فيما يتعلق بالأزمة السورية وتأثيرها أمنيا عليكم، وقد تعرضتم للانفجارات قبل أيام في جنوب تركيا. رأي الأكاديميين والأساتذة المختصين بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية هو أيضا مهم في هذا الصدد. كاميرا البرنامج أخذت بعض اللقاءات مع بعض الزملاء في الجامعة الأردنية وجامعة يرموك، وكان لها هذه المقابلات. نتابع المقابلات ثم نعود لآرائكم ضيوفنا الكرام. نتابع. فيما يتعلق بتعاظم الدور الإيراني هذا شيء متوقع جدا. هناك خوف على النظام السوري هناك وبقاء النظام السوري. الدور السياسي الإقليمي لإيران يتعاظم يوما بعد يوم، لأن سوريا تعتبر هي الرئة لإيران في الشرق الأوسط، وبالتالي دورها في تعظيم دور حزب الله والدول الغير واللاعبين غير الدول يتعاظم للدولة الإيرانية. أنا شخصيا، وهناك كثير من الأصوات، خلينا نحكي المجمل العام في الوضع في الوطن العربي، يميلون إلى دور تركي يوازن هذا الدور. الموقف العربي إلى حد ما متباعد ومنقسم، هناك الرؤية القطرية التركية من جهة، وهناك الرؤية أيضا السعودية. نعم هناك في قواسم مشتركة في تغيير النظام السياسي في سوريا، لكن من يحكم سوريا وماذا والسيناريوهات القادمة في سوريا، هناك في اختلاف في الأجندات. فيما يتصل بالعلاقة بين الأردن وإيران، ربما هنالك بعض الخلافات على بعض القضايا، بمعنى خلافات المواقف السياسية من الملفات الدولية المطروحة. لا داعي لذكر سوريا على سبيل المثال، أو ما يحدث في العراق، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في تركيا، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في الملف النووي، ما يحدث في الخليج العربي، ما يحدث في البحرين، وما يحدث أيضا على مستوى العالمي. لا شك أن الدبلوماسية الأردنية والسياسة الخارجية الأردنية تسعى دائما إلى خلق بيئة إقليمية ودولية داعمة للسياسة الخارجية الأردنية وأهدافها العليا، خدمة لمصالح الدولة الأردنية العليا. وعليه فإن حل الخلافات أو تقريب وجهات النظر في المواقف السياسية بين الأردن وإيران هو مسألة بالضرورة يمكن التعاطي معها بمنتهى المهنية والموضوعية أيضا. أعتقد أن العلاقات بين العالم العربي ككل وليس فقط الأردن وإيران، علاقات بين شعبين تجمعهم ثقافة واحدة، تاريخ مشترك واحد، وإن كان هناك طبعا بالتأكيد خلافات، ربما تكون هذه خلافات مذهبية، خلافات تحكمها السياسة في كثير من الأحيان، وبالتالي السياسة هي التي تستطيع أن تقرب أو تبعد. إلا أن نحن في خضم نوع من الجدل العميق المذهبي والسياسي بشكل كبير جدا، وبالتالي عملية حل أو عدم حل إشكالات قائمة أعتقد أنها تعود إلى أكثر من زاوية. ربما أركز على الجانب المشترك، الجانب المشترك الثقافي الديني الفكري الحضاري بيننا وبين الإيرانيين. لكن الآن أنا أعتقد أنه ثمت مشكلة تتعمق بشكل شرس بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، وأعتقد أيضا أن هناك عملية تعميق لهذا الشرخ تقوم به جهات أيضا مختلفة، ونحن نأمل أن نستطيع اكتشاف مجموعة العناصر المشتركة وليس المفرقة. ربما تكون هذه العلاقات في المستقبل أمام الأخطار الخارجية أقل حدة، أقل سوءا، أكثر تواصلا، لأن لا يمكن أن نتحول ببساطة إلى أعداء، لا يجوز أن تتحول الشعوب الإسلامية إلى شعب عدو لشعب. نعود أعزائي المشاهدين مرة أخرى، أعود للدكتور الأخ ياسر طيشات. يعني هناك حيرة دائما يبدو في موضوع توصيف العلاقة، يعني
لا لا، مرة إيران جار، مرة إيران ثقافة مشتركة، مرة إيران يعني مستقبل وزير خارجيتهم، مرة في جمعيات تجارية سوق بمشي. يعني الأردن يبدو حائرا، مرة بيرفع مستوى السفير، مرة بينزل مستوى التمثيل الدبلوماسي. ليش تعتقد في حيرة في إنهاء أو توصيف تحديد معالم هذه العلاقة؟ أنا حقيقة بحثت مطولا في لأجد مصطلح يمكن أن يليق على العلاقات الأردنية الإيرانية، فلم أجد سوى أنها مرت بمرحلتين ما بين العداء والدبلوماسية الحذرة جدا. منذ عام 1979 وسقوط الشاه والثورة الإيرانية وحتى اليوم لم تصل هذه العلاقات إلى شكل متميز أو إلى شكل ممكن القول عنه بأنه علاقات متينة قوية أسوة بعلاقات الأردن العربية أو الإقليمية. السبب في ذلك بالدرجة الأولى أزمة ثقة بين البلدين. الأردن يخشى طموحات إيران الإقليمية والخوف من الدخول إلى الساحة الأردنية بذرايع طائفية وسياسية. الأسباب الأخرى مرتبطة بظروف إقليمية وعربية ليست أكثر من ذلك. فعليا لا يوجد هناك أي مشاكل عالقة بين الأردن وإيران سياسيا، فالإيران ليست دولة جارة لنا ولا يوجد لنا مشاكل معها فيما يخص سياسة الخارجية اتجاه الأردن أو أي اتجاه آخر. لكن المشكلة الأساسية أن الأردن يتخذ مواقفه اتجاه إيران بالدرجة الأساس بسبب الملفات الإقليمية، أزمة السورية، الأزمة العراقية، الوضع في لبنان، والأخص بالذلك والأخطر هو الساحة الفلسطينية وعلاقتها مع حماس ومحاولة تدخل في المصالح الأمنية والسياسية أو تهديدها في داخل العلاقات. بس يعني الأردن قدم يعني مبادرة في بداية عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، كانت الزيارة الوحيدة والأولى من نوعها، الزيارة الأولى والأخيرة أظن بعام 2003. بعام 2003 يعني. نعم قام جلالة الملك بزيارة زيارة، لكن في تلك الفترة كان محمد خاتم هو الرئيس. ساءت العلاقات، نعم ساءت العلاقات منذ تولي نجاد أحمد نجاد الرئاسي في عام 2005 وحتى اليوم. العلاقات متباينة، تارة صعود بسيط وتارة وفي الأكثر هالعام هي انخفاض للأسفل، وسبب ذلك الملفات الإقليمية. يعني ثلاث أو أربع دوائر إقليمية هي التي تحدد سياسة الأردن الخارجية اتجاه إيران بشكل أساسي. لكن الخوف الأردن هو تطمينات من إيران. الإيران لا تعطي تطمينات للأردن بأنها تريد علاقات أو تقيم علاقات على أرض صلبة من التبادل المشترك والمصالح المتبادلة أسوة بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. طب لماذا لا نستفيد من الاقتصاد الغراءات الإيرانية دون أن يكون هناك هيمنة إيرانية علينا؟ يعني الناس يقول لك أنا بدي نفط بغض النظر إن شاء الله بيجيني من ماليزيا، وبدل ما يظلوا يعني العرب يعني يمنوا علينا قليلا مش كلهم. حاولت إيران عدة مرات خلال العقد ونصف تقريبا أن تقدم أن تجعل الاقتصاد طريقا لتحسين العلاقات السياسية بين البلدين، كما هو الحال في علاقات إيران مع إمارات ومع السعودية ومع قطر مع الكويت ومع عمان. يعني أرصد أن هناك أكثر من 27 مليار دولار في عام 2007 تبادل تجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. إذا كانت تلك الدول التي لها مشاكل سياسية وحدودية مع إيران وتبادل تجاري فيما بينهما يبلغ 27 مليار دولار، بالنسبة للأردن لا يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 25 مليار مليون دينار، وخلال السنوات الماضية لم يتجاوز خلال 4-5 سنوات لم يتجاوز 125 مليون دينار. هذا الرقم المتواضع في التبادل التجاري بين البلدين يعني أن الجانب السياسي والاختلاف في وجهات النظر متباينة اتجاه الملفات الإقليمية في المنطقة ينعكس على الجانب الاقتصادي للأسف. صحيح، وإذا عفوا الاقتصاد يعني الخليجي في بعض الدول يعني بين رأس مسندا في عمان وبين موانئ بندر شاه أو شاه عباس في إيران هناك علاقات تجارية ضخمة جدا، تبادل تجاري وأيضا مع الدول مثل الإمارات. 2 مليار تبادل تجاري بين عمان وإيران عام 2011. طب لماذا يقبل الخليج على نفسه أن يتعامل مع إيران اقتصاديا وتجاريا وربما ينظر بريبة عندما نحن نريد ذلك؟ لأن إيران بالدرجة الأولى جار لابد منه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، لهم بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وارتباطه في الجانب الاقتصادي محاولة لتلطيف الأجواء السياسية بين البلاد خاصة مع إمارات. الإمارات تعتبر أكبر شريك استراتيجي خليجي وعربي وحتى أكثر من سوريا بالنسبة لإيران اقتصاديا وتجاريا، والتبادل بينهما بلغ 25 أو 23 مليار دولار عام 2010 فقط ما بين إيران وبين الإمارات في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية. في الأردن الأمر مختلف، أن الأردن كما أرى من السياسة الخارجية الأردنية ومن صانع القرار أن هناك محاولة لتعويض العلاقات مع إيران عن طريق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. فإذا نظرنا في الجانب التاريخي منذ عام 1970 وحتى اليوم نجد أن كلما تحسنت علاقات الأردن الخارجية والإقليمية كلما كانت على حساب علاقات الأردن مع إيران. طيب. خلال في أزمة خليج أولى وأزمة خليج ثانية وأزمة خليج ثالثة، الأردن يدفع
ثمن سوء علاقاته مع إيران أو محاولة إبعاد إيران عن المنطقة سياسيا مقابل علاقات إيجابية مع دول مجلس الشعب الخليجي وتحديدا السعودية والكويت؟ لماذا ننقل السؤال للأستاذ حازم بغدين، لماذا لا يكون هناك أولا تفكير ببديل جيد عن دول الخليج، ولماذا وإلى أي مدى يمكن أن تمثل تركيا الدور هذا فيما يتعلق عدم لجوءنا إلى إيران بالذات في موضوع القاعدة الصناعية وإعادة إنتاج وتوزيع؟ هناك سمعت أنا أن تركيا تريد أن يكون نقل الحجاج إلى العقبة هذه السنة ومن ثم لبيجو من وسط آسيا ومن ثم إلى مدن الحجاز، وأيضا هناك منطقة صناعية وهناك أيضا تعليم وهناك تطبيع ثقافي جديد مع تركيا، ولماذا دول الخليج لا تنزعج من تعاوننا مع إيران؟ وبرأيك كمحلل سياسي لا تقف ربما ضد إيران كما تفضلت في بداية كشعب أو كدين، لكن لماذا لا نستخدم المصالح في خدمة اقتصادنا نحن أيضا حتى لو كانت مع إيران؟ في تقديري أن الأردن يخشى من يعني الطموحات الإيرانية في الهيمنة. العلاقات بين الأردن ودول الخليج ليس فيها ما يمكن وصفه ما يمكن وصفه بالهيمنة الخليجية على القرار السياسي الأردني. نعم. تذكر أنه في يعني أثناء حرب تحرير الكويت كان موقف الأردن يعني مختلف قليلا عن دول التعاون الخليجي. طيب. ولم يؤثر ذلك كثيرا على مستقبل العلاقات بين الأردن ودول الخليج. المثير في كل تحركات إيران منذ الثورة الإسلامية كما تسمى أنها تحاول التمدد مذهبيا. الأردن يرفض هذا ليس بسبب تعصبه لمذهب أهل السنة، ولكن لأن يعني هذا التمدد سيثير من المشاكل أكثر مما يعود به علينا من المنافع. نقطة أخرى يجب النظر إليها بعين الاعتبار، هناك يعني موقف سياسي جذري أردني مختلف تماما عن موقف إيران، سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو لمجمل القضايا العربية. الأردن حتى الآن ما يزال من أكثر المدافعين عن حق الإمارات في جزرها، بينما إيران تحتل هذه الجزر وتعتبرها جزء من أرضها. الأردن يدعم البحرين في سيادته وعدم العبث في سيادته وعدم العبث بأمنه. طب اقتصاديا ليش ما استفيد اقتصاديا أنا بدون ما أدخل التأثير السياسي ودي. ما في اقتصاد دا يؤثر في السياسة يا دكتور، يعني هو بيجيب لك هسع نفط وبعدين لما بده يؤثر عليك بقول لك وقفت بطلت. بدك يعني السياسة والاقتصاد مترابطات، يعني هو بدخل عليك من باب الاقتصاد ليصل إلى التأثير في مواقفك السياسية. مثلاً الخليج خاصة يعني خاصة في إيران. يعني مهم جدا إنه يعني نقرأ زيارة صالحي وقبله تصريحات الوزير عن 30 مليون مدري 30 مليار مدري قديش نفط مجاني وعن سياحة دينية وكذا، كلها مرتبطة بمحاولة يعني الدخول إلى الموقف الأردني من ما يحدث في سوريا. هذا ما ترى ليس غير ذلك. ليش يعني هلأ صاروا متحمسين يعطونا نفط؟ ليش قبل سنتين ما كانوا متحمسين؟ صحيح. الآن لأنه بدون من الأردن موقف سياسي تجاه سوريا. طيب لحظة واحدة بس، أنه لماذا لا تكون إيران بديلا تركيا عن علاقة متميزة مع إيران؟ علاقتنا مع تركيا متميزة وطيبة وفي طريقها إلى تطور أفضل، والحديث الذي يدور في بعض الزواريب عن طموحات عثمانية وما إلى ذلك هو حديث مرفوض. الأردن علاقاته جيدة مع تركيا، الأردن علاقاته جيدة مع كل الدول التي تحترم خياراته السياسية. شكرا لك. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين مزيد أيضا من هذه الآراء والأسئلة وأيضا تفاعلات القراء، ابقوا معنا. نعود أعزائي المشاهدين لمتابعة لقاءنا مع ضيوفنا، وأعود دكتور جنكيز، يعني هل فعلا هناك طموحات تركية في أن تكون بديلا عن إيران؟ كمان أيضا شهد بالآونة الأخيرة بث عدد من المسلسلات وانتشرت الثقافة التركية في المنطقة، بالذات الأردن جزء متلقي منها. أنتوا كيف هل هذا استراتيجية تركية يعني تفكر فيها تركيا تجاه المنطقة العربية، ولا مجرد يعني حالة جديدة؟ طبعا تركيا دائما بديل
إذا ننظر إلى إيران في المنطقة والمشاكل إيران المذهبية وكمان سياسة إيران واستعمال إيران السياسة الدينية وتركيا، وطبعا يعني إذا ننظر علاقتها مع العراق، هناك علاقة تركيا مع الأكراد هناك موجود، مع الشيعة موجود، مع السنة موجود، يعني بالنسبة لتركيا لا تفرق هي الأشياء المذهبية أو الاثنيسيتها. إذا نتكلم عن المسلسلات، والله أنا يعني لا أعرف، يعني هناك لا يوجد استراتيجية، يعني هي المسلسلات وكانت موجودة يعني منذ 30 سنة من زمان، ولكن هناك تطور في المسلسلات. وبعد هذه الحكومة، يعني طبعا أنتم لا تعرفون التلفزيون، تاريخ التلفزيون التركية قبل التسعينات أو قبل 2000 كان لا تستطيع أن تجد أن ترى واحد يصلي في المسلسل، لا تستطيع أن ترى أي بسم الله أو أي شيء ديني. ولكن بعد 2000 هناك أشياء دينية كمان دخلت. أنا كان يعني قبل 2000 المسلسل كله ويذهب إلى باب ويشرب خمر، هذا شيء يعني ليس واقعي بالنسبة للتركية، هذا 5% هكذا في تركيا، 59% ليس يعني شيء آخر. ويعني أصبحت مسلسلات واقعية في تركيا، وبسبب هذا يعني لها تأثير. وأيضا الجودة في المسلسلات، يعني إذا ننظر بين 2000 والآن أن هناك جودة عالية يعني طيب. بالنسبة للفيلم وهكذا. يعني أنا لا أظن هناك استراتيجية للحكومة التركية بالمسلسلات، يعني طيب. هذا شيء فيما يتعلق بالحلف التركي القطري المصري في المنطقة وتوجهاته، هل يعني هذا في مواجهة أيضا باعتقادك أيضا حلف آخر، وهو ما يرى كثير من المحللون أنه في مواجهة حلف سعودي إماراتي أردني، يعني السنة التقليدية، التيار السني التقليدي في مواجهة السني النهض سواء في أو الإسلام السياسي الموجود في تركيا والموجود في مصر والمدعوم من قطر. طبعا يعني إذا ننظر إلى هذه الحكومة والناس في هذه الحكومة، عندهم الجزر الإسلامي احنا نسميه ميلي جورش، هذا من أحد أربكان الدينيات. هؤلاء أكثرهم تخرجوا في الكليات ثانويات شرعية مثلي أنا، وعندهم اتجاهات الدينية للعالم العربي والأمة الإسلامية هكذا. ولكن أنا لا أظن هناك الاتجاه السنة خاصة بالنسبة للتركية، أقول لك بل المشكلة السورية يعني لها سلبيات للسنة والشيعة يعني لكل المنطقة. وأنا لم أرى أي مبرر عن الاتجاهات التركية للسنة أو الغير شيعة أو المذهبية، أنا لا أظن. فقط التركية تريد الاستقرار في المنطقة، يعني إذا ننظر إلى الأردن الجزيرة مستقرة في المنطقة، وهذا نستفيد وأنتم تستفيدون من التجارة والاقتصاد والطلاب وكذلك. الآن بسبب السورية، المشكلة السورية، الشاحنات في تركيا صحيح. كان هناك 30,000 شاحنة، يعني شوف 30,000 مع الأسرة، فكر مئات آلاف الناس كانوا يشتغلون بطريق النقل برانزيت. والآن انتهى، يعني ما في علاقة بهذا السنة أو الشيعة. طيب اقتصاد بحركة مصالح، اقتصاد المصالح أهم شيء أظنه. يعني أنا لا أعرف اتجاهات السعودية أو مصر، ولكن اتجاهات تركيا واقعية، يعني تفكر تركيا هناك سوق أوروبي، لماذا لا يوجد هناك سوق شرقي شرقي يعني. ويعني الفيزا كان قبل 5 سنوات كان فيزا كلنا، يعني أنا أتي إلى الأردن بفيزا وأنتم صحيح. إلى تركيا هكذا، وطبعاً وتدفع للفيزا، هذا يؤثر السياحة يعني سلبيا. يعني إذا أنت أسرة وخمسة أشخاص تدفع يعني والكمية كبيرة، بسبب هذا يعني أنا يعني أنا أتكلم بإخلاص، أنا لست سياسيا أنا أكاديمي، وأنا لا أرى أي مبرر لاتجاه تركيا سواء في المنطقة المذهبية. ولكن تركيا تريد استقرار في المنطقة حتى ويكون هنا تكون هناك تجارة وبين هذه الدول. وتركيا متطورة جدا صناعة، وكانت تصدر أشياء كثيرة متطورة صناعيا إلى هذه المنطقة. والآن عند تركيا مشكلة
بسبب الورطة السورية اقتصاديا، خاصة في مناطق جنوبية الحطاي ولوغازا عنتاب، تأثرت سلبا من الوصول. كثير جدا. طيب شكرا لك دكتور. أستاذ ياسر، يعني الأخوان الأتراك لا يرون نفسهم جزء من المحور، إنما مصالحهم تحركهم مع الدول التي فيها نوع من الاستقرار. وربما شاهدنا مثلا زيارة للصومال قبل مدة، زيارة من الرئيس التركي أو وزير خارجية، كان في زيارة وفد تركي كبير إلى الصومال بعد ما بدأت فيها الاستقرار. يعني هل الحلف التركي أو أين تكون تركيا أو أين تكون إيران هو شيء مقلق للأردن؟ في الأردن في المقابل الأردن يحافظ على مساره التقليدي مع السعودية، مع الإمارات، مع الكويت نوعا ما، تجاه التشكلات السياسية في المنطقة. كيف تقرأ هذا المخاض التي يدور فيها الأردن في المنطقة؟ نعم، يعني الإشكالية العلاقات السياسية بين الأردن وإيران هي محاولة تموضع كل منهما في جبهة أو تيار، ودائما سياسة أحلاف الضرورة لا تجدي نفعا ولا تلبي دائما مصالح أي دولة عبر التاريخ. الأردن كان يدخل في فترات طويلة في سياسة أحلاف للضرورة، تيار عربي هنا، معتدل، تيار هنا، أقل اعتدال، تيار سياسي آخر، وأحيانا ضد إيران، أحيانا ضد مع تركيا، ضد تيار آخر. سياسات الأحلاف عموما هذه ليست دائما تحقق نتائج إيجابية، سواء على الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي. في المرحلة الحالية نلاحظ أن مع انهيار ما يسمى بمحور الاعتدال العربي، مع ذهاب النظام وسقوط النظام في مصر، وبالتالي تفكك منظومة دول الاعتدال خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن لابد أن يفتح الآن نافذة في جبهة العلاقات مع إيران. استعداء إيران ليس مصلحة الأردن، لا بالمدى المتوسط ولا بالمدى البعيد. ليس خوفا من إيران، إيران قوة إقليمية يحسب لها حساب، ولكن لأن إيران طرف أصيل مثل تركيا في المنطقة، ويجب في يوم من الأيام أن يكون لنا علاقات. لا يمكن إنكارها. لا يمكن إنكارها. أنا لا، يعني إذا فتحنا علاقات دبلوماسية واقتصادية وتبادل تجاري مع إسرائيل التي كانت في يوم من الأيام وما زالت بالنسبة للكثير هي عدونا، فكيف بالنسبة لإيران التي تعتبر دولة إسلامية بغض النظر عن المذهب الطائفي؟ الأردن أكيد متخوف من الجانب الطائفي أو البعد الطائفي في السياسة الخارجية الإيرانية، وليس من الدولة الإيرانية بمفهومها. الأردن حتى اليوم يخشى طموحات إيران كنظرة طائفية. بس هذا لم يقرأ الأردنيون بزيارة صالحي، لم نجده، لم نحسه، لم نلمسه. لم نلمسه أن زيارة يعني ما هي باختصار، وأنا لا أريد يعني أن أدخل في رأيك، لكن الآراء الأردنية لم تكن ودودة، يرون أن الزيارة لم تكن تحمل ذلك الود الذي أنت تتحدث عنه. ما رأيت لم تكن ودودة في مقابلة وزير خارجية وفي المؤتمر الصحفي، لكنها مع جلالة الملك ما رأيناه وما سمعناه من تحليلات وما تسربت من أخبار بأن صالحي خرج من هنا وهو سعيد أنه حقق إنجاز وتوصل لمعرفة حقيقية للموقف السياسي الأردني تجاه الأزمة السورية. والأدل من ذلك أن هناك تسربت قبل يومين أخبار بأن نجات قد يزور الأردن قريبا في دعوة رسمية، هذا ما قرأناه في بعض التحليلات وبعض الصحف الأردنية. هذا يعني أن الأردن أوضح للإيرانيين ما هو حقيقة الموقف من اتجاه الأزمة السورية. لا، كل هذا يعني أيضا يتفق مع ربما نخبة أردنية ترى أنه اليوم كان تصريحات لتسعة رؤساء وزراء أردنيين لا يرون ضرورة تدخل الأردن في سوريا عسكريا. نعم يعني أكيد. هذا يعني ربما ايضا ايران تفرح لمثل هذا الامر لانها لا تريد ان تكون ليس بكل تاكيد ليس مصلحة الاردن نهائيا تدخل بسوريا عسكريا، لكن الاردن يريد ان يخشى من النتائج المترتبه على الازمه السوريه امنيا واقتصاديا واجتماعيا في الاردن. لدينا اكثر من مليون وربع ومليون ونصف لاجئ، لدينا مشكله في تفحال تهريب السلاح الكيماوي او محاوله تسريب الخلايا النائمه في داخل الاردن من قبل اللاجئين السوريين، لدينا خوف من حاله تدخل ربما عسكري. تركيا ايضا تضررت، وتركيا بالتاكيد اللي حصلت أمس يعني أو الأمس يعني أضرت كثيرا بتركيا، نفس الشيء تضرب الأردن. المطلوب الآن هو أن ينظر الطرفان الأردني والإيراني لمحاولة ترميم العلاقات بعيدا عن الجوانب السياسية والتركيز على الجانب الاقتصادي، ونستفيد من دروس التجربة الخليجية مع إيران. دول الخليج هي أكثر علاقة، هي أكثر عداء مع إيران، مثل السعودية، مثل الإمارات، ومع ذلك فالتبادل التجاري بينهما يصل لمليارات، فيما الأردن لا يستفيد أبدا من العلاقات التجارية. حتى في تصريحات وزير خارجية مؤخرا بعد لقائه بصالحي قال بعث برسائل اطمئنان، وكأنه يبعث رسالة اطمئنان لدول مجلس التعاون الخليجي ولأمريكا بأنه زيارة تناقشنا فيها قضايا تخص الأزمة السورية والأزمة الجزر الإماراتية. ما دخل الأردن الآن في أزمة الجزر الإماراتية ولا يتحدث فيها الآن أحد، لكن رئيس الوزراء في لقائه مع صالحي قال بأن أمن الخليج هو جزء أكيد يعني جزء من نحو الأمن في المنطقة. وهنا السؤال، هل نستعد إيران
لصالح الآخرين أم نستعديها لأننا نتفق معها طائفيا؟ إن كلنا نتفق معها طائفيا فنحن نقيم علاقات مع دول لا نتفق معها نهائيا بأي شكل من الأشكال. صحيح. لكن أيضا هذا الأمر فيما يتعلق عندما زار أنقل الكلام الأستاذ حازم بيبي عندما زار أحمد نجاد مصر أيضا كانت تصريحات من شيخ الأزهر بأن أمن الخليج هو من أمن مصر. ويعني يعني هناك إحساس عند السنة لنتفق أنه موجود بأن إيران تهددهم. هل يمكن العمل مع إيران أستاذ حازم بروح باردة وتحييد الخلافات السابقة والتدخلات الأمنية ودعمها للإرهاب في بعض الدول وإزعاجها ربما ومحاولة تشييع بعض مناطقها وبالذات الأردن؟ يعني جزء من هذه المشهد شافه وتابعه. يعني الأردن كما هو معروف عن سياساته عبر تاريخ الدولة الأردنية يسعى لأن يكون على علاقات ود مع كل دول العالم، وحتى أنه أقام علاقات سلام مع إسرائيل التي حاربها أكثر من مرة. المشكلة في العلاقة مع إيران أن هناك اختلاف جذري في النظرة السياسية. يعني يأتي الإيرانيون إلى عمان ليقولوا أننا مع حل سلمي في سوريا، طيب الأردن أيضا مع حل سلمي في سوريا، الأردن مع انتقال سلمي للسلطة في سوريا، إيران أيضا مع انتقال سلمي للسلطة في سوريا، ولكن إيران يعني تقاتل في سوريا، إن لم تكن تقاتل بشكل مباشر فهي تقاتل من خلال حزب الله، عسكري على الأقل من خلال حزب الله. يعني لنعتبر أنه وجود خبراء أو كذا شيء قضية سابقة للأزمة السورية، بس دخول آلاف من حزب الله إلى الأراضي السورية بتعليمات إيرانية بالتأكيد، هذا يعني هنا يعني يبرز الخلاف بين ما تقول إيران عن سعيها إلى حلول سلمية وانتقال سلمي للسلطة في سوريا وبين ما تمارسه على الأرض. الأردن يقول أنه بحاجة إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا وإلى حلول تحفظ وحدة الدولة السورية وتحفظ وحدة شعبها، ويفعل ذلك فعلا. الأردن حتى الآن لم يتدخل ولا لحظة واحدة في الحرب السورية، بس صالح قال إنه الأردن بيدخل ما عنده إرهابيين على الأردن. صالح هذا حر ويقول اللي بده إياه يعني، بس الأردن قال له لا إحنا ما بدخل من عندنا إرهابيين، الإرهابيين بيدخلوا من الحدود اللبنانية. وتعريف الإرهاب أيضا يعني هناك تعريفين مختلفين للإرهاب بين الأردن وبين إيران، وجهتين أو في تعريفين مختلفين. طيب يعني لا ترى أن هناك إمكانية لعلاقة ربما تكون سليمة الآن على المصالح الاقتصادية بعيدة عن السياسة؟ نتمنى، ولكن لا أعتقد أن إيران جادة بمثل هذا إلا إن كان هناك ثمن سياسي كبير تجد أن على الأردن أن يدفعه لقاء هذه العلاقات الاقتصادية المتميزة. طب هل ترى أن الانتخابات الإيرانية المقبلة قد تؤثر على هذه العلاقات نتائجها؟ في النظام الإيراني الرئيس الجمهورية وموظف تابع للمرشد الأعلى، إذا تغير المرشد الأعلى قد تتغير السياسات، ولكن الرئيس سيد علي خامنئي باقي يعني خامنئي باقي، وبالتالي هذا موظف عنده رئيس الجمهورية كائن من يكون يعني. طيب شكرا لك دكتور جنكيز. في آخر ما تبقى لنا دقيقة، يعني أنت كتركي ترى الأردن في علاقاته مع الأتراك، هل يمكن أن يكون شكل العلاقة أفضل؟ ما هي الطرق التي تجعل علاقتنا معكم أفضل حتى ربما نستعين عن الذهاب نحو إيران شرقا والتي أيضا يفصلنا عنها العراق المتوتر، وأنتم منطقة أيضا عانيتوا من توتر على حدودكم الجنوبية؟ طبعا طبعا يعني بإمكاننا، يعني طبعا هنا المدى البعيدة هناك الأهم شيء أنا أقول تبادل الطلاب بالنسبة للتطور العلاقات تطبيع الثقافي يعني. أيوة، لأنه الحكومات تتغير، يعني تفكر الشهر الأصل بين سوريا وتركيا قبل 5 سنوات تغيرت الأمور فورا، ولكن إذا هناك شيء تحت الجذري مثل التبادل الثقافات والطلاب هذه اللي تؤثر في المستقبل إلى الاقتصاد وكل شيء الإدارة. يعني كيف مثلا أنا درست هنا، إذا أنا أكون في مكان ما في تركيا شو علاقتي مع الأردن؟ يعني يكون طيبة جدا. هذا أنا كثقافة كمثقفة كأكاديمية هذا أهم شيء أنا أظن. شكرا شكرا لك. شكرا لكم ضيوفنا الكرام الأستاذ حازم بيضين كاتب والمحلل السياسي، الأستاذ ياسر
الاقتشاشات الخبير في الشؤون العلاقات الدولية، وأيضا الدكتور جينكيز تومار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأستاذ التاريخ في جامعة مرمرة في إسطنبول. شكرا لكم شكرا. مرة أخرى شكرا للسادة المشاهدين الذين تابعونا. غدا إن شاء الله تكونوا مع الزميل محمد الخالدي، في أمان الله.